هن سجينات، كل منهن تتطلع إلى حياتها ما بعد السجن. أخطأنا فكانت نهايتهن هنا في هذا المبنى في طرابلس في انتظار استعادة الحرية. ربما كنت تشتغلي شيء اليوم بس ترجع تطلع من السجن بتعتقد انه رح تقدر ترجع لمهنتك الاساسيه؟ لمهنتي بظن كثير صعبه، يعني تكون شيء وتصير شيء. هلا شو ما عملت، لو شو ما عملت اسمي مجرمه هلا، وكذاب اللي بيقول انه لا ما بتخسرني، لا بتعلمني، لا بتقويني. مستحيل، الحبس ما بيقوي، بالعكس الحبس بخليك تصيري اضعف. قد ما تكوني كنتي قوية برا بس تنحبسي نهار خلص فقدت حالي. إذا بدي أرجع كفي بالشغل اللي أنا كنت فيه كمان في أرجع كفي؟ تعتقد إنه فيك؟ يعني أكيد. أنت اليوم قادرة ترجعي على الحياة اللي كنت فيها قبل ما تفوت على الحبس، كأنه ما صار شيء، كأنه ما فتت على الحبس؟ هلا مش كأنه ما صار شيء، بس أنا بقوتي قوة شخصيتي فيني خلي يكون المجتمع إنه يتقبلني أو ما يتقبلني. تناقض واضح بين وجهات النظر، غير أن ثابتة واحدة تحتم استمرارية هذه السجينات بعد خروجهن. دورة لتصفيف الشعر وتوزيع شهادات نظمتها جمعية الإصلاح والتأهيل. هالدورة تنمكنهم من أنه في حال طلعوا خلصوا فاتت محكوميتهم أو موقوفيتهم في أنهم يطلعوا ويقدروا يشتغلوا لو ببيوتهم. بدي أحكي عن شخصي كمش كوافير، كإنسان هذا شيء كثير أثر فيني، هالشيء كثير حلو وكثير خلى عندي هيك شيء حافز اني يا ريت فيني اعطي اكثر واكثر لهيك مشاريع وهيك دورات، لانه بيستحقوا، لانه هن بالنهايه مثلنا مثلهم. هن سجينات يتدربن داخل السجن لمواجهه الخارج، يدفعن الحريه نفسها ثمنا لاخطائهن، وفي حين لم يمثل معظمهن امام القضاء بعد يأملن شق طريق سهل عبر عفو عام محتمل. لايال سعد، قناه الجديد.